معنا عبر الهاتف الكابتن علاء الصاصي للحديث حول هذا الموضوع. أهلا بك كابتن علاء معنا في الملعب. هلا هلا أخي أيمن، حياك. أهلا وسهلا بك يا كابتن. كابتن، شنو نتكلم اليوم عن الاحتراف الخارجي، هي فرصة لأي لاعب محلي لإثبات قدراته وموهبته، خصوصا كما نتحدث في هذه الأوضاع الفارقة في اليمن. كيف يستطيع اللاعب اليمني اليوم أن يحترف في الخارج وأن يقدم موهبته أو يسوقها خارج اليمن؟ فعلا الاحتراف، احنا لما نتكلم عن الاحتراف، الاحتراف هي فرصة كبيرة للاعب اليمني انه يحصل على ضالته الرياضية الموجودة خارجيا الذي هي معدومة محليا. لكن الذي نستفيده حاليا من الاحتراف، اللاعبين، العدد الكبير من اللاعبين بالاحترافات الخارجية، للأسف احنا لم نستفيد منهم على مستوى المنتخب الوطني ولا على مستوى الكرة القدم اليمنية بشكل عام. لماذا؟ كون ان اللاعب الذي خرج للاحتراف حاليا هو ذهب فقط، نحن فرحان انه خرج للاسترزاق. اما كمستوى ولعب فلا يوجد اي لاعب يمني من علي زنون ومن علاء الصاصي من جمال حمدي، ليس لدينا الا لاعب واحد الذي نفخر فيه بالاحتراف هو الكابتن علي محسن المريثي. هذا الذي خرج وعمل بصمة وإرث يمني للاعبين. غير هذا لا يوجد لدينا أي إرث، لا يوجد لدينا لاعب حقق شيء بالمنتخب في الدوري السعودي، في الدوري القطري، في الدوري الإماراتي، في الدوريات الكبيرة يعني القوية الخليجية، الذي نستطيع بعدها أن يكون لدينا إرث، أن يكون هناك طموح للاعب الصغير أو الناشئ أن يكون موجود في هذه الدوريات. مثلا احنا نتحدث عن المنتخب السوري. منتخب سوريا لديهم من اليوم عملوا ارث في الدوري السعودي الذي هو افضل دوري عربي وافضل دوري في على قاره اسيا، فاصبحت الناس لديها رغبه في التعاقدات مع اللاعبين السوريين. لكن اللاعب اليمني للاسف نحن تاسيسنا غلط في اليمن، احنا لدينا تاسيس غلط للاعب اليمني، فعندما نذهب للاحتراف لا ننجح بالاحتراف الا لدى الانديه الذي تحت الترتيب المنتصف. لا يوجد لاعب يمني يلعب مع نادي في المراتب المتقدمة ويكون له تأثير أو يلعب أساسي، إنما نراهم في دكة البدلاء طول الموسم ولا نعلم هل يلعبوا أو لا يلعبوا. لكن عندما نراهم يشاركوا في الدوري البحريني أو الدوري العماني أو الدواري الذي كان الدوري اليمني بالنسبة لنا كان منافس لهذه الدوريات، ولكن احنا الذي كنا نريده ان يكون هناك متابعه من الاتحاد العام للاعبين المحترفين. هل 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 قبل ان نتحدث عن الاتحاد والمؤسسات الرسميه، دعني اتناقش معك فيما تتحدث انت، هل المشكله في عقليه اللاعب او ذهنيته انه غير قادر على التاقلم خارج الدوري اليمني او خارج اليمن، ام ان المشكله اخرى؟ يعني انت احترفت وتعلم ما الذي حصل معك في الدوري القطري، يعني هل المشكله في اللاعب او في المنظومه ام ماذا بالضبط؟ المشكله هي تنقسم عبر المنظومه وعبر اللاعب، عقليه اللاعب. المنظومه في اليمن لا هل يوجد في اليمن نادي او اعلام استثماري لعقليه اللاعبين انه لابد ان يكون اللاعب اليمني محترف في اوروبا او المحترف في الدوائر الخليجيه؟ فقط كل الطموحات ان اللاعب يكون لاعب في نادي يمني اساسي او تمثيل المنتخب اليمني، والمحترفين لا يهم، لا ليس لديهم هذا التفكير ايضا او الطموح الكبير انه يكون مثلا معانا والله لاعب عربي خرج اوروبا وعاش في اوروبا وتاقلم واصبحنا مثل العراقي لدينا لاعب على مانشستر يونايتد، معانا لاعبين مع دواري كبيره. لكن لا، عقليتنا هي فقط ان احنا نذهب للاحتراف نسترزق ويتحدث علينا الاعلام ان احنا محترفون. لكن لما تجي تشوف انت تلاحظ مثلا، عندما تجي تلاحظ مثلا قدرات اللاعبين او عدد المباريات اللي لعبوها في الدواري الاحترافيه الذي هم مشاركين فيها في الدواري، الذي نشوفها احنا لا باس في مستوياتها، لم تجد اي لاعب يلعب مباريات كثيره، فلكن نراهم لا يلعبوا في الدواري في المباريات التي في الانديه. مثلا الان مثلا عندنا في 5 محترفين يلعبوا درجه ثانيه. يعني هذا ما يخص، اذا ما تحدثنا، اذا انت تتحدث فيما يخص النجاح عندما يحترف اللاعب يعني خارجيا، لكن دعنا نتحدث حتى على انه هذا اللاعب المتواجد الان خارجيا، انه معظم التشكيله للمنتخب الوطني كانت من هؤلاء الذين موجودين في الدوريات العربيه. لماذا لا يكون لهؤلاء اثر على المنتخب الوطني لكي يستفيدوا من 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 هذا الاحتراف ويكون المستوى افضل للمنتخبات الوطنيه عن اللاعب المحلي المتواجد في اليمن الذي لم يشارك اي مشاركه له خارجيه؟ هل تعود لنفس الاسباب التي انت ذكرتها انه في الدكه وما الى ذلك ولا يكون حاضر ذهنيا ام ماذا؟ فعلا هو فقط لا غير ذهب الى هناك، هو من اجل
يعني ظهور كلاعب محترف، لكن كمستوى او كجوده تمارين او كجوده الدوري الذي شارك فيه هي نفس الدوري اللي موجود في اليمن، يعني هذا الدوري السندوتش اللي من فتره بسيطه. فتحصل اللاعب اليمني لربما يجتهد اكثر، لانه انا مثلا اجي اتكلم يعني مثلا في الدوري العماني وعندنا اصدقاء وعندنا اصدقاء في الدوري البحريني، بعض الاحيان لما يجيك تمرين ممكن يحضر لك 7-8 لاعبين فقط لا غير في هذه الانديه، فاليمن يحضر 20-25-30 لاعب. فالاستفاده هي في اليمن، لو كانت اليمن في امورها في وضعها الطبيعي لكنا استفدنا الشيء الكبير، لكن حاليا لما نجي نتكلم على احتراف احنا لا يوجد لدينا محترف يمني، فلذلك لازم احنا نعرف هذا المعنى، احنا المحترف اليمني لا يوجد لدينا، لانه الان طيب كابتن علاء في العراق دعني اسالك هذا السؤال، لاعبين مواطنين نعم، ما الذي يحتاجه اللاعب اليمني لكي يكون لاعب محترف بالمواصفات التي تتحدث انت عنها كابتن؟ لابد ان يكون عندنا ثقافه في المجتمع داخل اليمن وثقافه للاعب ماذا يريد. لكن نحن نجلس على كذا على العمل اللي احنا فيه في الرياضه ونشوف انفسنا من احنا في البحرين او في سلطنه عمان او في العراق، احنا نعتبر لاعبين مواطنين ليس محترفين. هذه الاتحادات فتحت لنا صدورها وقبلت اللاعب اليمني ان يلعب كمواطن ليس محترف. نعم. مستقبلا يعني كيف ترى انت في ظل هذا الوضع الراهن مستقبلا ما هو مستقبل اللاعب اليمني الذي يحترف في الدوريات الخليجية تحديدا؟ والله أنا نتمنى أن يكون في معنا جيل قادم من منتخباتنا هذه الفئات العمرية 14 سنة، نعم. أن يكون لديهم فكر وثقافة من الأندية ومن أسرهم ومن المجتمع الذي حواليهم بتثقيف اللاعبين أن يكونوا لابد أن يشاركوا ولديهم طموح أن يشاركوا في أقوى الدوريات العربية. هنا سوف نستطيع، وبنفس الوقت لابد ان يكون لدينا مدربين مؤهلين لتثقيف هذان اللاعبين وتاسيسهم التاسيس الصحيح. نعم. اما ان احنا نجي من الحاره نلعب فريق اول فمن المستحيل ان احنا نعمل شيء. والمشكله تكبر انه حاليا كاس اسيا لم نتاهل فيها واحنا لدينا 14 لاعب محترف. هذه مشكله كبيره. نعم، شكرا جزيلا لك كابتن، هذا ما نتمناه ان تكون الذهنيه للاعب اليمني حاضره لكي يستطيع أن يشارك ذهنيا وبدنيا، وثم نستطيع أن نستفيد من هذا اللاعب عندما يعود ليلعب في المنتخبات الوطنية. الكابتن علاء الصاصي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.